شكل الاستوديو عجبني يعني، في شغل حلو كده ايه بمناسبه العام الجديد، وبرضه ايه يعني تبقى ان شاء الله ايه ختامها كده ب 22 في الرياضه بشكل حلو كده، ونبدا معاكم عام 23 باذن الله كمان كم يوم كده ايه بشكل حلو. طيب دي فقرتنا الرياضيه، يعني برضه ايه حبينا واحنا في الفقره الرياضيه كده كيمو ان احنا ايه نبين الشغل ده، شغل حلو الصرف واضح وباين يعني. طيب طبعا فقرتنا المعتاده معاكم الاسبوعيه ان بوكس سبورتس، والاحداث بقى الرياضيه المختلفه، وخلاص يعني بنودع بقى ايه الاحداث الرياضيه اللي فيها كده ايه بشكل يا رب يكون دايما لائق وناجح، ونبدا معاكم بقى ايه يعني عام 23 بشكل برضو ناجح جدا، ومزيد من البطولات بقى المصريه وبرضو للعيبه بتاعتنا. نروح معاكم على طول لكره اليد ومنتخبنا الوطني طبعا لرجال كره اليد، يعني فازوا على منتخب قطر بنتيجه 21-18، وده كان في الماتش الودي اللي اتلعب من ايام على صاله اتحاد الشرطه الرياضي بالدراسه. الشوط الاول كان خلص بنتيجه 11-7، وده قبل بقى ما يحافظ منتخبنا الوطني على تقدمه خلال احداث الشوط الثاني، واللي حضره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري برضو لكرة اليد، وأحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، وأيضا أعضاء الاتحاد المصري لكرة اليد. المنتخبين كانوا لعبوا مع بعض يعني ماتش تاني أول امبارح، وكان خلص بالتعادل بنتيجة 30-30. المنتخب لعب الماتشين دول باللعيبة طبعا المحلية قبل ما ينضم ليهم اللعيبة الدولية والمحترفين، ووصلوا يعني لمصر امبارح. الماتشات دي ضمن طبعا استعدادات منتخبنا الوطني لبطولة العالم رقم 28، واللي هتتلعب في السويد وبولندا خلال الفترة من 12 والحد 29 يناير اللي جاي. منتخبنا هيلعب في المجموعة السابعة مع منتخبات بقى ايه كرواتيا وامريكا والمغرب، اما منتخب قطر فيلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات ألمانيا وصربيا والجزائر. ده يعني شكل المجموعتين طبعا، ده بمناسبة الماتش الودي يعني اللي احنا لعبناهم اليومين دول. وطبعا منتخبنا الوطني اكيد يعني بكل يعني استعداداته الحالية واللي فاتت، ان احنا رايحين بطولة العالم اللي جاية ان شاء الله في مطلع 2023 يكون لينا شكل كويس ومناسب، وبرضو يليق بقى باسم مصر ولاعبتنا منتخبنا. احنا ابطال القارة، ابطال افريقيا، واحنا ان شاء الله برضو هنعمل شكل محترم جدا في بطولة العالم. احنا لو نفتكر كده معاكم كانت بطولة العالم اللي فاتت اللي كانت في مصر هنا، كنا احنا برضو عاملينها بشكل محترم جدا وبشكل يعني لائق باسمنا وباسم يعني مصر البلد الكبيرة جدا. وبرضو منتخبنا كان عامل شغل كويس قوي، شكلنا في الملعب كان الأداء الفني محترم جدا، عندنا كمان الأداء الرجولي بالنسبة لمنتخبنا والروح بتاعتنا كانت واضحة جدا. نتمنى نشوف ده برضو يعني واضح جدا في البطولة اللي جاية. وأنا مش قلقان يعني، أنا مش قلقان على المنتخب بالأخص يعني كرة اليد، لأن هم الحمد لله عارفين دورهم كويس جدا، عارفين أن هم دايما رجالة بيثبتوا وجودهم في كل الأوقات في كل البطولات، فأنا مش قلقان يعني، دايما احنا موجودين معاكم ودايما في ظهركم يا رجالة وبندعمكم، وإن شاء الله يكون يعني عام 23 كله نجاح وخير عليكم وعلينا بإذن الله. طيب برضو منكمل معاكم في كرة اليد ونادي فيسبريم المجري. طبعا احنا عارفين ان اليومين اللي فاتوا كان حصل يعني قطع في الرباط الصليبي للاعب طبعا ونجمنا ونجم منتخب مصر يحيى خالد، اللي كان اتصاب من ايام يعني بقطع في الرباط الداخلي لرجله اليمين. الحمد لله اعلنوا خلاص عن نجاح العمليه بشكل يعني كامل في الرباط الصليبي، واعلن كمان على حسابه الرسمي نادي طبعا اللي بيلعب فيه يعني او النادي، اعلن على الفيسبوك قال ان اللاعب عمل العمليه ونجحت الحمد لله في واحده من احسن مستشفيات برشلونه الاسبانيه، وده بهدف سرعه عوده اللاعب ان شاء الله ونجم منتخبنا للملاعب مره اخرى. وهيغيب طبعا يحيى عن ماتشات فريقه لحد اخر الموسم، واكيد هنفتقده يعني برضو احنا في بطوله العالم اللي جايه.
واللي هتكون الشهر ده او شهر يعني يناير ان شاء الله، احنا خلاص بنختم معاكم يعني شهر 12. وغياب يحيى هيكون خساره اكيد كبيره لمنتخبنا الوطني، وانه طبعا واحد من اهم يعني اللعيبه والباكات او باك رايت يعني اللي موجود في العالم، وكان تم اختياره في التشكيل الافضل لبطوله دوري ابطال اوروبا، وكان لسه كمان كسبان جائزه افضل لاعب في افريقيا مع منتخبنا الوطني لما كسبنا بطولة أفريقيا الأخيرة، واللي طبعا كنا إحنا استضفناها هنا في مصر ونظمناها، كانت في شهر 7 اللي فات. أكيد طبعا ألف مليون سلامة عليك يا يحيى، وإن شاء الله ترجع بألف سلامة، وبرضو يعني نتمنى لك السلامة وتبقى أكيد يعني في أفضل حال، وبنتمنى السلامة طبعا لأكرم توفيق كمان نجم منتخب مصر لكرة القدم ولاعب النادي الأهلي، وللأسف اتصاب امبارح بنفس الإصابة يعني، وهي يعتبر قطع برضو في الرباط الصليبي، و هو الصليبي دايما أزمة لأغلبية اللعيبة يعني، ما اعرفش فيه ايه، بس يعني طبعا اكيد واحد بيزعل لما يلاقي عندنا لعيب مميز ايا كان بقى في كره اليد في كره القدم في اي لعبه من الرياضات يعني او الالعاب، لما في لعيب عندنا بيتصاب الواحد بيتضايق جدا، وبالاخص لما يكون الجزء الخاص بالرباط الصليبي او حتى الغضروف والقصه دي، يعني الواحد بيحس فعلا ان بيحصل دروب للاعب، بيقعد شويه لحد ما يستعيد مستواه مره اخرى، وللاسف بتبقى يعني مشكله اكبر لما بتحصل مرتين يعني مرة واثنين، فدي برضو بتكون يعني إلى حد ما بتعدى لعيب بصعوبة شوية. لكن أتمنى طبعا يعني العامل النفسي والدعم النفسي للعيبة بتاعتنا يكون يعني أكبر ويكون أوضح، وبالأخص كمان لأكرم يعني، لأن أكيد الموضوع مش سهل، ونتمنى الشفاء للجميع إن شاء الله، وربنا يحفظ كده إيه كل أبطالنا. طيب نروح معاكم لكرة السلة. الفريق الاول لسيدات كره السله بالنادي الاهلي طبعا ده بقياده مديره الفني الكابتن طارق خيري، فاز بلقب بطوله كاس السوبر بعد فوزه على فريق سبورتنج السكندري واللي بيدربه الكابتن محمد محروس حورس، وده بنتيجه 83-75. اللقب ده هو الثالث الاهلي في الموسم ده بعد فوزه بقى ببطوله دوري المرتبط وبطوله منطقه القاهره، وطبعا اكيد كلنا لازم نبارك لفريق سبورتنج واللي شرفنا طبعا ولسه راجع كمان وكسبان من بطولة أفريقيا للأندية واللي كانت في موزمبيق من أيام. الماتش كان قوي جدا، وكمان الفرقتين كانوا هدفهم هو الفوز باللقب ده في الماتش اللي كانت لعب طبعا من ساعات قليلة على صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر. الأهلي وسبورتنج هم أكبر ناديين في مصر طبعا على مستوى يعني كرة السلة وبالاخص النسائيه، وهتفضل كمان المنافسه تعتبر شبه منحصره ما بين الفرقتين بالاخص يعني في الفتره اللي جايه، وده بسبب امتلاكهم لعناصر كتيره مميزه جدا وكمان جاهزه يعني. فطبعا كل التوفيق ليكم، والواحد مبسوط ان احنا عندنا بنشوف الكره النسائيه بقى سواء كان في اي رياضه من الرياضات دايما بتثبت وجودها، ودايما فيها ند وفيها قوه، وده المهم قوي ان انت عندك يبقى في مسابقات، المسابقات الخاصه بالسيدات او بالنساء يعني تكون دايما على مستوى فني لائق وكبير، ويكون فيه ندية، والند ده مهم جدا لان هو ده اللي يعني في الاخر بينتج عنه ان يكون عندك فيه قوام لمنتخب وطني محترم يمثلك بقى يعني المنتخب ده في مختلف البطولات العربية والافريقية والدولية، وده اللي احنا عايزينه، ان انت دايما يبقى عندك الاداء بتاعك مش اداء مشرف وخلاص، لا انت ما اسمكش يعني منتخب في كذا الكره النسائيه يروح يمثل تمثيل مشرف ويمشي، لا احنا دايما طالما لبسنا تيشيرت منتخب مصر وبنلعب باسم مصر يبقى لازم دايما في اي بطوله احنا جاهزين ليها، ودايما مستوانا الفني وادائنا دايما يكون هو ده العنوان بتاعنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه. طيب برضو لسه بنكمل كلامنا معاكم عن كرة السلة، وده بقى يعني خاص شوية بالفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، واللي هيلعب كمان يعني أقل من نص ساعة على ما أعتقد يعني مع فريق الاتحاد السكندري على لقب كأس السوبر لكرة السلة. الماتش هيكون على صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر. برضو الفرقتين كانوا لعبوا مع بعض مرتين السنة دي يعني،
والاتحاد فاز في ماتش، والاهلي كمان كسب الماتش الثاني، وده كان في نهائي دوري المرتبط. الاتحاد هو حامل لقب البطوله دي بعد فوزه على الزمالك في النسخه اللي اتعملت يعني السنه اللي فاتت. طبعا بنتمنى ان الفرقتين يقدموا لنا يعني كره دايما ممتعه، او كره سله ممتعه دايما زي ما احنا متعودين، لان احنا بنشوف ده يعني منهم في الفتره الاخيره، دايما ده ظهر عليهم او ظهر يعني منهم لينا في الفتره الاخيره، وده اللي عجبني جدا ان احنا بقينا بنشوف حتى السله بقت رايحه في الاتجاه ان انت البطولات نفسها، حتى لو انت عندك الاهلي او سبورتنج او حتى الزمالك او ايا كان الفريق اللي بيشارك او اللي هم قدام بعض يعني واخد بطوله معينه او بطوله ما يعني، فانت مش لازم البطوله دي بتلاقيها ممكن يعني الفريق ده ممكن كسب بطوله خلاص ومستواه يعني هايل جدا، سواء كان الاداء الفني بتاعه او حتى اللياقه البدنيه بتاعته بتسعفه في ده، لكن بنلاقي برضو في البطولات وانت شغال فيها وماشي في الطريق بتلاقي ان الفريق التاني هو راح واخد البطوله اللي بعديها غيره، وممكن الفريق ده راح واخد بطوله غيره، والفرقتين دول اللي هم كانوا اصلا يعني كسبوا بطولات يجي فريق تالت غيره ياخد بطوله ثالثه، فهي دي حلاوتها. انت بتلاقي عندك مفيش حد هو اللي مستحوذ بشكل كامل واضح على معظم البطولات، لا بتلاقي فيه مشاركه، بتلاقي دايما عندك البطولات بمسمياتها المختلفه، ودي حلاوتها، وده اللي احنا يعني فعلا بنستمتع بيه جدا. دايما بنقول ان احنا عايزين نشوف عندنا يعني كره سله قويه، كره سله عندنا يعني تليق بقى باسمنا وكمان بالكره العربيه او السله العربيه، ونحاول نخش في الحته بتاعت طب ليه ما نفكرش نعمل قرب الام بي اي والكلام اللي هو المحترفين والكلام ده كله. بقينا بنشوف ده موجود عندنا في مصر، يعتبر موازي ليه الى حد ما، طبعا لسه ينقصنا بعض الامكانيات وبعض الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان خاطر نوصل للمرحله الاحترافيه الكبيره دي، لكن في الاخر دور اللعيبه في الملعب انا شايف ان هو حاجه بجد محترمه جدا. وحاجه الواحد يعني وهو بيتفرج على ماتش من الماتشات دي بيبقى يعني مستمتع. انت عارف الاهلي طبعا دلوقتي يعتبر من ضمن الانديه اللي عندها قوام شبه متكامل، عندها لعيبه محترمه جدا، عندها كمان لعيبه محترفه، عندك الزمالك طبعا من الانديه والفرق القويه جدا، وكمان ند قوي جدا، الاتحاد السكندري عندك طبعا من الفرق الكبيره والعريقه والعظيمه طبعا وليها شعبيه كبيره على ارض الواقع سواء كانت في اسكندريه او حتى في مختلف المحافظات من محبين الاتحاد السكندري. فدي الحلاوه، دي المتعة دايما اللي بنشوفها في أي لعبة من الألعاب، إنك تبقى بتتفرج على حاجة وإنت عارف إن إنت الماتش ده المنافسة فيه مش سهلة، مش يلا ماتش تلعب والسلام. وفي الآخر برضو هرجع أقول لكم يا رب ده كمان يعود علينا لمنتخبنا الوطني، ونعود مرة أخرى بقى على الساحة العربية والأفريقية والدولية لمنتخب السلة، وده الأهم يعني ان شاء الله. يا رب كده يكون كلامنا يعني يا رب دايما داعم لكل المنتخبات، بس الواحد دايما مع بعض المنتخبات كده هو بيتكلم عليها بيكون مطمن، زي كرة اليد مطمن، انت عارف ان مطمن عليهم ايا كان بقى هيلعبوا في بطولة افريقيا، بطولة عالم، اولمبياد، مش فارقة، انت عارف ان انت عندك في لعيبة جاهزة، وعندك ان شايف ان الفريق ده او المنتخب ده وصلك لمرحلة ان انت واثق فيه 100%. فاتمنى ده كمان يعود على منتخبنا لكرة السلة، عندنا قوام محترم جدا، عندنا يعني فعلا يعني كوادر محترمة من اللعيبة في مختلف الاندية، عندنا كمان مدير فني جديد دلوقتي موجود برضو ليه فكر وجديد بالنسبة لنا لتطبيقه في الملعب، فدي حاجة كويسة على ما اعتقد، المدير فني كندي يا ناجي، فحاجة محترمة جدا ان احنا بنشوفها عندنا، يعني بنحاول بقى ايه كل خانة كده ايه نظبطها ونثبتها ونهيئها للمستقبل، لان احنا بنتكلم في الحاضر دلوقتي بتاعنا اللي احنا بنظبطه لكل لعبة وكل رياضة، هو ده مستقبلنا في الفترة اللي جاية، انك بتبني عليه اجيال تانية، بتبني عليه بطولات، زي بالظبط كده ايه لما كان عندنا منتخب محترم جدا في كرة القدم، طبعا جيل المعلم حسن شحاتة، وطبعا كلنا يعني اتربينا على بطولاته وعلى 3 امم افريقيا ومشاركتنا كمان في كاس العالم قارات، وعملنا شغل هايل جدا قدام البرازيل وقدام ايطاليا،
عملنا شغل يعني يكسر الدنيا. بس جينا في دروب كاس العالم طبعا يعني لظروف الماتشات اللي احنا لعبناها او الخاصه شويه وما كانش محالفنا الحظ، وبعد كده التغيير بقى بالنسبه للوايح ومش عارف ايه والكلام الخاص ده شويه اللي مش هخش في تفاصيله لانه عدى خلاص، ده خلانا يحصل لنا كده ايه ربكه شويه، مش عارفين نستعيد نفس القوه تاني بنفس الاطار بنفس الروح بنفس الشكل الفني اللي احنا كنا متعودين عليه من بطوله 2006 لو نفتكر مع بعض كده. فنفسي ده يعود مره تانية لمنتخبنا الوطني المصري حتى لكره القدم، ان يبقى فيه كده ايه، الناس بتحب الكوره يا جماعه، الناس بتحب كره القدم وبتحب اللعيبه اللي فعلا رجاله ولحد اخر يعني لحظه بيقدموا اللي عندهم يعني بشكل واضح للناس. احنا جمهورنا او الشعب المصري والجمهور اللي هو الرياضي بالاخص يعني جمهور ذكي جدا، احنا جمهور ذكي جدا وبنعرف كمان نقيم كل حاجة بمنتهى البساطة. من الآخر، مع احترامي لكل المذيعين، مع احترامي لكل المحللين، مع احترامي لكل الناس اللي موجودة في الشأن الرياضي، بس الجمهور المصري أو الجماهير المصرية بتاعتنا بتفهم بشكل محترم جدا وبيعرفوا ازاي يقدروا ده ويقيموه بمنتهى الوضوح كده وكمان يدلوا حقه أيا كان بقى مين كسب مين خسر. في الاخر احنا بنشوف ده، وده كان يعني برضو ظاهر لنا جدا لما شفنا كاس العالم. كاس العالم ليها اجواءها وليها روحها وليها الفنيات بتاعتها والكره بتاعتها اللي اتلعبت حاجه يعني من الاخر كده، هو كاس العالم الاخر من الاخر كده، انت شايف كوره من عالم تاني. فاتمنى المنظومه دي الكرويه كلها بالكامل، اتمنى تقرب ولو يعني 10% من اللي حصل في كاس العالم، اتمنى. طيب برضو بنكمل معاكم اخبارنا ونروح معاكم للكره الطايره. النهارده يعني تعتبر بدايه الدور الثاني من دوري رجال الكره الطائره للموسم اللي احنا فيه 2022 2023. الدور ده يعني هيشارك فيه 12 نادي متقسمين على مجموعتين. المجموعة الأولى بتضم القطبين طبعا الأهلي والزمالك، وكمان معاهم سموحة والترسانة وبتروجيت وإسترن كومباني. أما المجموعة الثانية فبتضم كل من بقى الاتحاد السكندري وطلائع الجيش وسبورتنج والطيران والشمس وهليوبلس. هيلعبوا يعني المفروض مع بعض رايح جاي، واللي هيصعد في آخر أربع يعني في الآخر هم أربع أندية المفروض من كل مجموعة علشان يلعبوا في الدور النهائي مع بعض بقى ايه بنظام دوري من دور واحد بس علشان الترتيب. وبعدين بقى الاول هيلاعب الثامن والثاني هيلاعب السابع والثالث هيلاعب المفروض السادس والرابع هيلاعب الخامس. طبعا كل توفيق ان شاء الله ليكم، واكيد برضو هيكون يعني المنافسة مش سهلة. طيب نروح معاكم لتنس الطاولة. المفروض بكرة بإذن الله يعني هيكون افتتاح البطولة العربية رقم 33 لأندية تنس الطاولة رجال طبعا وسيدات، واللي هتتلعب على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 25 والحد 31 ديسمبر اللي احنا فيه. البطولة هيشارك فيها 24 نادي من طبعا يعني او بالاخص في منافسات الرجال و15 نادي في منافسات السيدات. وهيمثل مصر في البطولة دي أندية الأهلي والزمالك وإمبي، وده هيكون في منافسات الرجال. أما بقى على مستوى السيدات فهيشارك فيها أندية الأهلي والزمالك وجزيرة الورد، والبطولة طبعا دي هتكون الأخيرة يعني اللي كانت اتلعبت السنة اللي فاتت في الأردن وفاز بلقبها النادي الأهلي سواء كان الرجال أو السيدات. وطبعا دي حاجة محترمة جدا إن احنا عندنا نشوف بطولة تانية طبعا يعني بتقام اهو في اخر 2022، وان شاء الله برضو تكون يعني حاجة محترمة جدا ونقدمها دايما بالشكل اللي يليق بينا كالعادة. اروح معكم بقى ايه للرماية. الرماية برضو عندنا يعني احنا ماشيين كويس والله، وعندنا ناس فعلا يستحقوا ان هم لازم ندعمهم من حين لاخر كده، لازم نقف جنبهم وكمان نسلط عليهم الضوء، ده مهم قوي. لان احنا عندنا لعيبه منتخبنا الوطني للرمايه ما شاء الله يعني جابوا ست ميداليات في بطوله افريقيا رقم 15 واللي اتلعبت طبعا في تونس في الفتره من 16 ولحد 24 ديسمبر اللي احنا فيه.
لعيبه منتخبنا جابوا 3 ذهب وجبنا كمان 1 فضه وجبنا 2 برونز. الذهب كان من نصيب هاله اشرف الجوهري وده كان في نهائيات ال10 متر مسدس، وكمان يارا احمد جابت 1 برونزيه في نفس المسابقه، اما يوسف الكردي فجاب 1 ذهب في 10 متر مسدس على مستوى الرجال، بالرغم من انه يعني لاعب يعتبر لسه صاعد يعني وكمان ناشئ، ولكنه قدر انه يتفوق على يعني معظم بقى الرماء الموجودين وحتى الجزائريين او سواء من تونس وكينيا. وبرضه لو رحنا في منافسات بقى ال 10 متر بندقيه فهنلاقي ان منصه التتويج الحمد لله كان ليها برضه يعني شكل خاص من مصريه بعد فوز يعني محمد حمدي بالذهب، وكمان جه زميله ايضا برضو الناشئ محمد سعد وجاب الفضه، اما البرونز فكانت من نصيب مجدي المهدي. وطبعا اتحاد الرمايه برئاسه اللواء حازم حسني عامل شغل هايل جدا طبعا وكويس في الفتره الاخيره، سواء كان من ناحيه بقى استضافه البطولات وطبعا ده بالنسبه لنا كبير جدا والاحداث الكبيره، ومن ناحية طبعا الفوز بقى بالميداليات وطبعا ده الأهم بالنسبة لنا. لكن لما الاتنين بيجتمعوا مع بعض بتشوف عندك حالة كده من النجاح المتكامل، انت منظم بطولة عامل كل الترتيبات الخاصة بيها، وكمان مشاركتك مش مشاركة يعني من الآخر كده ايه شرفية، انت بتشارك بمنافسة كبيرة. انت لما بتشارك في اي بطولة من بطولات سواء احنا منظمينها في مصر هنا او خارج مصر، انت ليك دور كبير جدا في وجودك، وده الاهم بالنسبه لي. وطبعا يعني نتمنى المزيد بقى والمزيد من الميداليات وايضا البطولات. هروح معاكم بقى ايه لكمال الاجسام ولمحبي كمال الاجسام، وبصوا يعني ايه كل الناس اليومين اللي فاتوا دول طبعا يعني هيفضلوا حاطين صوره البيج رامي كده او ممدوح السبيع يعني فطول يعني الوقت في اذهانهم، ودايما ايه صوره منتشره على السوشيال ميديا، ولان طبعا يعني بيج رامي بالنسبه لنا نجم كبير ونجم عالمي وحقق طبعا انجازات كبيره وعمل شغل كبير قوي الفتره اللي فاتت، لكن يعتبر بيج رامي الفتره دي يعني حقق المركز الخامس في بطوله مستر اولمبيا طبعا، واللي اتلعبت في امريكا في الفترة اللي فاتت من يوم 15 والحد 18 ديسمبر اللي احنا فيه، واللي مجموع جوائزها المفروض بيوصل يعني لحوالي 1,600,000 دولار. البيج رامي شارك في منافسات الوزن المفتوح واللي شهد طبعا منافسة قوية جدا وفاز كمان بالمركز الأول فيها الإيراني هادي شوبان، والبيج رامي كان حامل طبعا لقب البطولة دي في آخر سنتين سواء كان في عام 2020 أو عام 21 كمان، وكان واحد من ضمن أبرز المرشحين طبعا للفوز بالبطولة دي بعد يعني الشكل الرائع اللي قدمه في الأعوام السابقة. لكن الأمور يعني ما مشيتش زي ما احنا يعني عايزين أو زي ما هو عاوز، بس هرجع أقول لكم إيه يعني مش لازم دايما الواحد لما يعني ممكن اخذ بطولة في التانية فلازم يكون التالتة ممكن هي اللي حققها، خلاص مش لازم. هو عمل انجاز المرة الاولى والمرة التانية وارد جدا يقع منه لقب ويرجع مرة تانية ان شاء الله يستعيده مرة اخرى، وهنا دي منافسة القوة انك تفضل محافظ طبعا اكيد، وتبقى يعني طول الوقت انت اللي من الاخر كده راكب ومتصدر المشهد. لكن هيفضل برضو رامي او هيفضل بيج رامي يعني هيفضل هو بالنسبه لنا برضه هو المتصدر، لان مفيش حد او لحد دلوقتي بالنسبه لنا هو مرتين ورا بعض يعني حصل على البطوله، وهو بالنسبه لنا فخر لينا كعرب وكمصريين ان هو يكون برضه يعني البيج رامي ايا كان. ايا كان بقى يعني جاب المركز الخامس جاب المركز الاول، هو عمل تاريخ خلاص، حقق انجاز لنفسه ولينا احنا كمان. فده لا يقلل تماما لا يقلل منه تماما ان هو يعني ما احرزش اللقب السنه دي، وعادي جدا وارد جدا، يكفي ان هو يعني حقق قبل كده القاب كبيره ومحترمه وحطنا في مكانه عالميه ما كناش نحلم بيها من الاخر من الاخر، لان احنا بنتكلم مستر اولمبيا يعني من البطولات الكبيره والعريقه واحنا بنحبها،
ايا كان بقى اللي يتفق معايا ان هي بطوله بقى يقول لك عليها اصل مش عارف هي مش داخله من ضمن ايه واللي داخله ضمن ايه مش بتاعتنا. في الاخر هي ليها نسبه مشاهده، ليها نسبه متابعه، الناس بالنسبه لنا الرياضيين او المتخصصين كمان بيعتبروها ان هي من اهم البطولات اللي موجوده على الساحه الرياضيه في كمال الاجسام، وده مهم جدا برضو لينا احنا كمان. بس يكفي ان احنا عندنا في لاعب مصري محترم بقى موجود في وسط اللعبه دي عالميا، ده المهم لينا، وده اللي احنا لازم ندعم ونزق وان هو يستعيد مره اخرى اللقب ده تاني. لكن مش معنى ان هو يعني خلاص اللقب وقع منه مره يبقى هو لعيب وحش او هو مش قد المكانه دي او هو ما يستحقش. عادي يا جماعه، ما هو ده اللي بنتكلم فيه بقى هنا، عندك انك بتدي كل واحد حقه، ازاي بيتم تقديرك او ازاي ممكن تقدر اللي قدامك بانجازات قبل كده انت عملتها، فعادي جدا وارد ممكن يحصل لك عادي دروب، او حتى لو ما عندكش دروب حصل لك انت وارد جدا ما مش موفق عادي، بس عملت اللي عليك. ودورنا ان احنا ازاي نقف معاك وكمان ترجع مره اخرى افضل من الاول. طيب احنا كده معاكم خلصنا ايه الاخبار المصريه والعربيه، نروح معاكم بقى الاخبار العالميه زي ما احنا ايه متعودين كده. فريق او كره السله الامريكيه يعني، فريق بالاخص ساكرامنتو كينجز فاز على فريق لوس انجلوس ليكرز بنتيجه 134-120، وده في المجموعه الغربيه من الدوري الامريكي للمحترفين طبعا لكره السله الان بي اي. وكان افضل لاعب في فريق ساكرامنتو هو اللاعب دومانتاس سابينيس، اما بقى كان افضل لاعب في صفوف لوس انجلوس فكان هو الاسطوره ليبرون جيمس، واللي سجل 31 نقطه لوحده. وبعد الفوز ده يعتبر كده بقى يعني فريق ساكرامنتو طبعا في المركز السابع من المجموعه دي بعد ما لعب 31 ماتش طبعا وكسب 17 وخسر 14. اما لوس انجلوس طبعا فكان بيحتل المركز ال 13 بعد ما لعب 32 ماتش طبعا وكسب 13 وخسر 19 ماتش. طيب نروح معاكم بقى ايه من السله، نروح معاكم للسباحه الايقاعيه. الاتحاد الدولي للرياضات المائيه يعني قال ان منافسات السباحه الايقاعيه هيشارك فيها الرجال لاول مره في التاريخ، وده هيكون في اولمبياد باريس 24، وده هيخلي بقى ايه اللجنه الاولمبيه الدوليه توافق على اختيار يعني 2 من الرجال بحد اقصى ما بين 8 لاعبين في مسابقة الفرق، واللي هيشارك إن شاء الله يعني فيها 10 دول. طبعا يعني رياضة حلوة مختلفة، وهي طبعا معروفة يعني إن هي رياضة نسائية يعني، بس بقى فيها طبعا بعض الحاجات اللي جدد فيها، وشفنا فيها برضو مشاركة بعض اللعيبة من الرجال. طبعا يعني الجو برد بقى مش ناقصة مية بقى وحاجات كده، ولا كيمو. طيب احنا كده خلاص عايزين ندفع كده والدنيا تبقى حلو كده. خلاص احنا خلصنا معاكم بقى الاخبار بتاعتنا المصريه والعربيه والعالميه، وان شاء الله برضو ايه يكون معانا يعني اخبار جديده ومختلفه معاكم، ونتمنى بقى ايه نستقبل كده معاكم عام 2023 باذن الله في انبوكس هنا، وبالاخص يعني في الاخبار الرياضيه بتاعتنا بنجاحات كبيرة، وكمان بطولات كلها خاصة بينا سواء كانت لمنتخباتنا القومية وأيضا برضو للاعبتنا والأنديتنا المحترمة. بكرة معاكم حلقة جديدة إن شاء الله، وإنبوكس الساعة 6:30، استنونا على خير. يلا سلام.